اهلا بحضراتكم من جديد. احنا قبل الهوا وزعنا او سلمنا الجوائز للفائزين. احنا كنا الاسبوع اللي فات الجمعه الماضي عملنا مسابقه، كان سؤال وهو كم بطوله حققتها فرق الالعاب الجماعيه سله ويد وطايره في افريقيا الموسم الماضي، والحقيقه كانت اجابتها طبعا 5 بطولات، كان 3 بطولات اليد ابطال دوري وابطال كاس وسوبر، والباسكت ابطال دوري والطايره ابطال دوري. كانت 5 بطولات الحقيقه، وتم مشاركه كبيره خلال على مدار الاسبوع، واخترنا 5 من الفائزين. في طبعا 3 من الفائزين، ده السؤال اللي احنا نزلناه الجمعه اللي فاتت، وكان في 3 من الفائزين طبعا ومن جمهور النادي الاهلي شاركوا معانا وجم النهارده واستلموا جائزتهم، وفي 2 ما يقدروش يجي لظروف، وان شاء الله جاري ان احنا نبعت لهم الهديه بتاعتهم. عندنا اول فائز كان محمد عبد القادر ترباي اللي معانا في الصوره وتسلم طبعا تذكرته قبل الهواء مباشره. معانا الثاني محسين احمد حسين الفائز الثاني وتسلم ايضا تذكرته، والفائز الثالث كان محمد جماد محمد وحصل طبعا على جائزته. الحقيقه بشكرهم جدا وبشكر كل اللي شاركوا معانا حتى باجابه خاطئه وتفاعل جيد مع البرنامج. انا الحقيقه على المستوى الشخصي وعلى مستوى فريق الاعداد كله مملوك الصالات بما سعداء جدا لما بلاقي تفاعل مع جمهور النادي الاهلي، اللي هو الحقيقه احنا موجودين عشان حضراتهم وعشان يعني نلبي طموحاتهم ونلبي طلباتهم في العاب الصالات، ومتابعتهم المستمره لينا دي شرف كبير على وسام على صدورنا كلنا كبرنامج ملوك الصالات. اروح لفقرتنا الثانيه وارحب بضيوفي اللي شرفوني في الاستوديو والعائدون او العائدات من الكاميرون يعني منذ ايام قليله، لاعبات النادي الاهلي ومنتخب مصر الكره الطائره. معايا ايه الشامي لاعبه النادي الاهلي ومنتخب مصر واللي حصلت على جائزه